السلام عليكم. سنحتاج مكونات أولا إلى كوب من عصير البرتقال، ونقوم بوضعه في الخلاط، وسنحتاج أيضا إلى موزة واحدة، ثم نضيفها إلى عصير البرتقال، في الأخير نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو، ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. ويتم شربه إما في الصباح أو في المساء. أتمنى أن تجربوا هذا الخليط، فهو صحي ويعطي الشخص طاقة وحيوية. وبألف صحة وعافية، وأضرب لكم موعد في فيديو قادم ومعلومة مفيدة إن شاء الله. ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة، وكذلك الضغط على الجرس لتصلكم منشوراتنا فور تنزيلها. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.